ضرائب أعلى وتزايد عجز الميزانية والبطالة، هذا ما يراه أغلب الأمريكيين قادما هذا العام. فحسب آخر استطلاع للرأي لمؤسسة غالوب، 8 أمريكيين من أصل 10 يعتقدون أن عام 2023 سيمر بصعوبات اقتصادية كبيرة. سألنا الأمريكيين عن 3 جوانب للعام 2023، وهي الجانب الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، والسياسة الخارجية. دعيني أقول لك إنهم كانوا أكثر تشاؤما بالنسبة للوضع الاقتصادي، حيث توقع الأمريكيون أن هذه السنة ستكون سيئة على مستوى الضرائب وسوق الأسهم. إنهم لا يتوقعون أشياء إيجابية لأنهم يرون الوضع يذهب نحو الاتجاه الخاطئ. ووفق الاستطلاع، فإن 90% من الأمريكيين يتوقعون أن يكون عام 2023 عام الصراع السياسي في البلاد بسبب الانقسام الكبير بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، بل وحتى داخل الحزبين، عدا عن الاعتقاد السائد لدى نحو 72% من المستطلعة آرائهم بأن معدلات الجريمة سترتفع هذه السنة. لماذا يشعرون بهذا التشاؤم؟ حسناً، إن كانوا يشاهدون الأخبار فإنهم لن يجدوا أي أخبار إيجابية. جميع الأخبار سيئة بالنسبة للأمريكي. إنه يرى أثار الحرب في أوكرانيا وتبعات التضخم على أسعار المواد الاستهلاكية اليومية، الكوارث الطبيعية بسبب التغيرات المناخية، مشاكل الهجرة على الحدود، وفوق كل هذا كونغرس غير فعال لأن أعضائه غير مستعدين للعمل مع بعض البعض كما في السابق. والمثير للاهتمام حسب المسؤولين عن استطلاع غالوب أن الأمريكيين كانوا متشائمين بنسبة كبيرة أيضا فيما يتعلق بالملفات الخارجية التي عادة لا تكون محور اهتمامهم، إذ يرى 7 أمريكيين من أصل 10 أن قوة الصين ستزداد على الساحة العالمية، في الوقت الذي قال فيه 6 من أصل 10 أمريكيين إن دور الولايات المتحدة سيتراجع. ويبقى الديمقراطيون بحسب استطلاع الرأي أكثر تفاؤلاً من الجمهوريين بشأن أهم القضايا السياسية والاقتصادية لهذا العام، فيما يعتبر ظاهرة طبيعية نظراً لتعاطف الأمريكيين عادة مع حزب الرئيس الحالي. أمينة سرير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.